في بدايتي خالص يمكن قبل ما بليغ حمدي يقدمني للناس يعني كانت بردة البصيري وكانت إخراج أستاذ كرم مطاوع والأبطال اللي فيها عبد الوارث عصر وعبد الرحيم الزرقاني ومحمد السبع ومحمد الطوخي يعني عتاولة وأنا اختاروني أغني أنا وزينب يونس ألحان يوسف شوقي بنغني البردة من غير موسيقيين معانا بس دفوف والمزيكا اللي تحت كلها كواير او اصوات الاصوات البشريه وكانوا عشان الدوله اللي كانت عامله الحكايه دي فكان مسخرين كل الفرق اللي في البلد بتاعه الدوله تغني ورانا انا وزينب يونس فمن ضمن الفرق فرقه رضا الفرقه مش عارف ايه من ضمن الفرق فرقه الموسيقى العربيه اللي كان فيها ابويا فانا قلت له من فضلك يا بابا ما تجيش لانه هيبقى واقف مع المجاميع ورا فقال لي ازاي دي فرصه جات لي لغايه عندي ان انا ابقى واقف بس ندبني فبقت الحكايه صراع في البيت وخناقات وعياط واحنا الاثنين البيت عندنا امين رزق خالص كل حاجه تتقلب بمأساة يعني لا ومش هينفع وامي تتدخل وخلاني يتدخلوا واللي يقول له ابراهيم مفيش داعي ما دام الولد هيبقى مش مرتاح ومحرج وهو يقول لا دي فرصتي ان انا اسند ابني في بدايته وكده لغايه ما فعلا اثر وموجود الفيديو لغايه دلوقتي كده طبعا حاجه يعني لمحه انسانيه عظيمه جدا من يعني وده لازم يطلع من اب يعني طبيعي الاب بيبقى شايف انه اي حد تاني هو مش عايز حد يبقى احسن منه بس ابنه ممكن يبقى احسن منه ويوافق جدا يعني